السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، بجد مفتقدكم جدا. أتمنى أن تكونوا بخير. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن سأبدأ معكم في المراجعة. سنبدأها أولا بالقراءة، هي بسيطة وسهلة، لها أكثر من درس. كي لا أطيل عليكم، نبدأ بأول درس، وهو هيا نشجع بأخلاق كريمة. تعالوا معي أوضح لكم بعض المعلومات عن هذا الدرس. أول درس أننا يجب ألا يكون في داخلنا تعصب كروي. لا نتعصب، لأن هذا يؤثر علينا تأثيرا سلبيا، يؤثر علينا في الهرمونات، يؤثر علينا في ارتفاع الإدرينالين، يؤثر علينا في أشكال كثيرة، وقد يصل إلى وفاة بعض الأشخاص من التعصب الكروي. فلهذا منظمة الصحة العالمية طلبت مننا ألا نتعصب كرويا. معلمتي، بعض الشيء ممكن أن أتعصب، يعني أطلب منك أن تحاول بقدر إمكانك أن تمارس رياضة لكي يذهب هذا التعصب وتتحلى بأخلاق رياضية كثيرة للألعاب. يعني يجب أن تشجع اللعبة، مجرد أن تحاول أن تمارس مثلها كي يكون لديك لياقة بدنية، فهذا شيء جميل. هذه بعض الأسئلة التي تأتي كثيرا في الامتحان. فأول سؤال يقول: ما مكانة كرة القدم في نفوس الناس؟ طبعا هي تتحلى وتحتل المرتبة الأولى عالميا، وبها أكثر من سؤال: لماذا تقدم منظمة الصحة العالمية كثير من النصائح لمشجعي الكرة؟ فهي تقدم النصائح بسبب المخاطر الصحية التي تنتج عن التعصب الكروي والتي ذكرتها قبل ذلك. طيب، وهذه أمثلة لأثر التعصب الكروي، منها التوتر والانفعال الزائد أثناء المباراة، وهذا ليس لائق بإنسان رياضي، هذا غير محبوب، لأنك عندما تتعصب فأنت تؤذي نفسك قبل أن تؤذي الآخر. طيب، قلنا ما هو الحل على التعصب الكروي؟ قلنا أن نمارس رياضة وتهذب أخلاقنا، وأيضا نتحلى بالروح الرياضية التي تؤدي لنا الصحة الجيدة والمتعة في نفس الوقت. أظن أن الدرس بسيط وسهل، وطلابي الأعزاء أعرف أنهم يعني هذا الدرس لا يمثل لهم أي صعوبة، ونحن مساعدون لكم قبل أي شيء. فأقدم لكم الدرس وأقدم لكم أسئلة على الدرس حيث أن تقرؤوها، وإذا جاء شيء صعب فإنكم سوف تتتابعون معي وتعرفون كيف تتتابعون معي. الدرس الآخر هو درس نور وجغرافيا. نور صديقتنا مثلنا متميزة، ودائما تأتي بدرجات عالية متفوقة مثل أصدقائي الأعزاء. فالمعلمة التي تدرس لنور فوجئت بأنها حصلت على درجة ضعيفة في مادة الجغرافيا، رغم أنها طالبة مثلكم متفوقة. فهذا الأمر لم يمضي على المعلمة بشيء سهل، لأنها تعرف نور جيدا، وقالت
أيضا سألت المعلمة نور: لماذا يا نور تأتي بهذه الدرجة؟ ما الذي كنت تعانين منه أثناء الامتحان؟ قالت لها: لا، لم أعاني، ولكن سؤال الامتحان قال: ارسلي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر. ولكن لأن نور تحب العالم العربي وتحب الوطن العربي جيدا، فبالفعل رسمت الوطن العربي ولكن لم تضع له حدود. فمعلمة الجغرافيا أعجبت برأي نور وتأملت كيف يكون الوطن العربي كله بدون حدود، بدون تعصب، بدون ظلم لأحد، بدون تعامل سيء، أو إننا يعني نستقصد حد أو ما نستقصدوش. لأ، إحنا ما عندناش الكلام ده. فنور مثلنا لم يكن لديها هذا الأمر، وبالفعل لم ترسم الحدود الداخلية للوطن العربي، و أعجبت المعلمة، أعجبت طبعا برأي نور. فالمعلمة سألت نور: هل كنت تقصدين ألا ترسمي هذه الحدود؟ قالت: نعم، لأنني أحب العالم العربي والوطن العربي بدون حدود، كلنا أسرة واحدة. هذه أسهل الأسئلة في الدرس والتي تشمل الدرس. أظن أنها ليس لها أي مشكلة وتحتوي بالفعل الدرس، ومن فضلكم أن تقرأوا هذه الأسئلة والإجابات، وإذا أيضا حدث أي أمر لم تفهموه في الدرس ممكن أن تتواصلوا معي. نأتي إلى الدرس الثالث، وهو درس من قصص القرآن. كما شرحنا في الفصل أن درس من قصص القرآن هو يحكي عن نبينا يونس عليه السلام الذي كان في قرية نينوى، وليس نينوي، في قرية نينوى. وكان نبي الله يونس عليه السلام كان يدعو الناس وقومه في ذلك الوقت لعبادة الله الواحد الأحد، ولكن الناس كما فعل بعض الأقوام رفضوا عبادة الله سبحانه وتعالى، وللأسف يأس يونس عليه السلام من قومه، ولم يكن لديه أي شيء غير أنه رحل من القرية الذي كان يعيش معهم فيها وخرج. ولكن للأسف عندما ركب المركب والسفينة الذي كان يركبها كي يغادر القرية اشتد عليها البحر واشتدت الرياح وهبت عاصفة شديدة، فارتفع الموج عاليا، وبعد يومين للأسف لم يكن لدى صاحب السفينة أي رأي غير أنه قرر أن ينزل في البحر أحد من هذه السفينة، واقترعوا أي فعلوا قرعة بالسهام في ذلك الوقت لأنهم لم يكن لديهم ورقة أو قلم، فاقترعوا بالسهام. وللأسف سيدنا يونس كان اسمه يخرج في الثلاث قرعات، فلم يكن لدى سيدنا يونس أي شيء غير أنه نزل إلى البحر. والله سبحانه وتعالى من رحمة سيدنا يونس من الغرق، فأمر حوت ضخم أن يبتلع سيدنا يونس عليه السلام حيا دون أن يأكله،
وظل سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت حيا يستغفر الله، وكانت له مقولة ودعاء ثابت وهو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أصدقائي صديقاتي، نحن كما قلنا في الفصل أننا عندما يضيق بنا الأمر لم يكن هذا الدعاء متوقف على سيدنا يونس، بل هو إشارة لنا أننا عندما يضيق بنا الحال ويضيق بنا الأمر ويستصعب علينا أمر، يمكن أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أكثر من مرة، حتى يزول الأمر الصعب من عندنا. وعندما استغفر سيدنا يونس بالفعل الله سبحانه وتعالى أمر الحوت أن يخرج النبي يونس عليه السلام إلى شاطئ البحر، ثم أنبت الله سبحانه وتعالى، وأيضا هذا دليل من رحمة الله سبحانه وتعالى بنبينا يونس مرة أخرى عندما أنبت عليه شجرة القرع ليأكل منها وتحميه من الشمس والحشرات. وفقر سيدنا يونس بعد ذلك وأسرع إلى قريته ودعا أهله إلى الإيمان بالله الواحد الأحد، وبالفعل في ذلك الوقت آمن أهل القرية جميعا الله سبحانه وتعالى وأطاعوا الله ونبيه يونس. ولكن الأمر الذي يجب أن نتذكره أننا لا يجب أن نترك عملنا دون إتمامه. سيدنا يونس عندما خرج من القرية لم يأمره الله سبحانه وتعالى بترك القرية، ولكن كان الله سبحانه وتعالى عنده هدف أن ينصر سيدنا يونس على عمله حتى إذا كان صعبا في البداية. ولكن يجب أن يأخذ بالأسباب، يجب أن يفعل، يجب أن يتحمل، يجب أن يتحمل الصعاب كي يصل إلى النهاية الذي يطلبها الله سبحانه وتعالى منه. هذا الدرس أيضا بسيط ولم يكن به أي صعوبة، ولدينا الأسئلة والإجابات هنا، ويجب من فضلكم أن نقرأها أكثر من مرة كي نفهم الدرس، وإذا استصعب علينا شيء يجب أن نتواصل معا. أما آخر درس من دروس القراءة هو درس رحلات تاريخي. هذا الدرس يتحدث عن الشيخ رفاعة الطهطاوي، هو قائد وله يد في التقدم. من حيث ماذا؟ في التقدم من حيث الترجمة، من حيث الصحافة. فرفاعة الطهطاوي كان يدرس اللغة العربية والدين الإسلامي، ونتيجة امتيازه في التعلم أرسله محمد علي باشا إلى فرنسا لأنه من النجباء، ولم يرسله وحده ولكن أرسل على رأس بعثة من 40 شابا من المتفوقين علميا ليكون إماما لهم في الصلاة. وبالفعل اغتنم رفاعة الطهطاوي الفرصة عندما سافر إلى أوروبا وبالذات فرنسا، استغل هذه الفرصة عندما درس اللغة الفرنسية دراسة متعمقة ساعدته على ترجمة مبادئ العلوم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. وبالفعل كانت رحلة الطهطاوي لم تكن فقط أن يكون إماما للصلاة هناك للمسلمين، ولكنه بالفعل فادته أنه ترجم مبادئ العلوم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وألف كتاب عن هذه الرحلة، وهو وصف فيه كل ما رآه في فرنسا، وكان اسم الكتاب هو تخليص الإبريز في تلخيص باريس. وبالفعل كانت هذه الرحلة ممتعة
رفاعة طهطاوي واستغرقت الرحلة 5 سنوات. ولفت انتباهه شوارع مدينة باريس ورصفها وتنسيق أشجارها وأزهارها، كما لفت انتباهه جد واجتهاد أهل هذه البلاد. السؤال الهام هنا، على أي شيء يحتوي كتاب رفاعة طهطاوي وهو تلخيص الإبريز في تلخيص باريس؟ كان يحتوي وصف تفصيلي للحياة في فرنسا، وصف تفصيلي لوصف الشوارع ووصف التنظيم فيها واجتهاد الناس في العمل. وبالفعل عندما رجع رفاعة طهطاوي إلى مصر لم يضيع وقته، ولكنه عمل مدرسا للترجمة في مدرسة الطب المصرية، وبذلك أصبح أول مترجم مصري. كما قام بترجمة كثير من الكتب الهندسية والعلوم العسكرية. واهتم أيضا رفاعة طهطاوي كما قلنا أنه اهتم بالترجمة والصحافة، فاهتم بالفعل أيضا بترجمة كثير من الكتب في مجالات الهندسة والعلوم العسكرية. عندما يأتي السؤال في أي مجال اهتم رفاعة طهطاوي بالترجمة، هو ترجم ماذا؟ ترجم كتب الإنجليزية؟ هل ترجم كتب الطب؟ هل ترجم مثلا كتب مثلا العلوم العسكرية؟ لا، هو ترجم أشياء معينة، ترجم الكتب في مجالات الهندسة والعلوم العسكرية تخصصه. وكيف حاول رفاعة طهطاوي تيسير العلوم الحديثة؟ عندما ظهرت العلوم الحديثة باللغة الفرنسية أو اللغة الأوروبية، كان كثير من الناس لم يعرفوا ترجمة هذه الأشياء. فبالفعل قام رفاعة طهطاوي بوضع قاموس، أو ممكن أن تقول معجم، للمصطلحات العلمية الحديثة. هناك أشياء عندما يمر بين الوقت فهو يتقدم العلم ويتظهر أشياء جديدة فيه. وبالفعل عندما كان في وقته تقدم العلم وظهرت مصطلحات علمية حديثة، فكان رفاعة الطهطاوي بيحاول أن يساعدنا، فترجم هذه المصطلحات العلمية الحديثة من الفرنسية إلى اللغة العربية كي يفهمها شعبه. فأعجب محمد علي برفاعة الطهطاوي على جهوده في الترجمة، فكرمه على هذه الجهود وعينه مديرا لمدرسة الترجمة. لم يكن مدرسا فقط، لا، بل أيضا أصبح مديرا لهذه المدرسة، وهي تعرف حاليا بكلية الألسن. انتهينا من جزء الترجمة، ونأتي الآن إلى جزء الصحافة. من أهم الأعمال التي قام بها رفاعة طهطاوي في مجال الصحافة، رفاعة طهطاوي أشرف على عفوا رفاعة طهطاوي أشرف على تحرير المجلة العسكرية، أي نشرها باللغتين العربية والفرنسية. هذا أول أمر قام به رفاعة طهطاوي في مجال الصحافة. والنقطة الثانية أنه أسس أول صحيفة عربية تصدر في مصر. لم تكن الصحافة قوية ولها يد قوية، فمن براعة رفاعة الطهطاوي فأنه أسس أول صحيفة عربية وسميت جريدة الوقائع المصرية. ورفاعة الطهطاوي كما كان مهتما بالصحافة، كما كان مهتما بالترجمة، فأيضا كان مهتما بالآثار المصرية، حيث أنه
فارس طهطاوي أنشأ أول متحف للآثار المصرية، وخطط أيضا لجمع هذه الآثار. عندما يوضع متحف يجب أن يكون به آثار مصرية وصيانتها، وقام بتحويل فناء مدرسة الألسن إلى نواة لأول متحف للآثار المصرية، أي أنه يضع فيه بعض الآثار المصرية ويأتي الناس ليشاهدوا هذه الآثار المصرية. وقضى رفاعة طهطاوي حياته في العلم، في التطوير، في التقدم، حتى توفي عام 1873 عن عمر يناهز 92 عام. أشكركم يا أصدقائي، أشكركم يا صديقاتي، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المراجعة، وسأتي لكم بعد ذلك إن شاء الله بمراجعة الفروع الأخرى. أشكركم وإلى اللقاء.